The figure shows a particle of mass 20 times 10 to the power minus 6 kilogram and charge minus 2.5 nanocoulomb that is moving vertically downward towards a very large plane of charge. يعني الـ E بتاعتها سيجما على 2 إبسلون نوت مع constant acceleration مدهاني 0.3 متر بير سكند تربيع. Will you find the surface charge density sigma on the plane. ولي كمان take gravity into account. هو طبيعي لو سبناها هتنزل بعات الجاذبية الأرضية لـ 9.8 الطبيعي في ام جي لتحت، وبالتالي الاكسلريشن اللي موجودة اقل، يبقى لازم في فورس اف اي لفوق. الاف نتيجة الالكتريك فيلد، هي الشحنة سالبة، وبالتالي خط الالكتريك فيلد لازم كمان تكون لتحت، ادي الاي عشان الفورس شحنة سالبة تتنافر مع خط الالكتريك فيلد. الشحنة الموجبة تمشي مع الالكتريك فيلد، الشحنة السالبة تمشي عكسها، فاحنا عايزين فوق فورس العكس، لان الفورس لو مع الام جي يبقى ساعتها العجلة هتكون اكتر من 9.8، احنا عايزين اقل. يبقى تعالوا نكتب معادلة الفورس، سيجما الفورس تساوي ام في الايه، اتجاه لتحت، اتجاه الاكسلريشن اعتبره موجب، يبقى ام جي لتحت مع الاكسلريشن اللي هي لتحت ماينس الاف اي اللي هي كيو في الاي. طبعا خلاص احنا عرفنا ان الفورس الفوق، وبالتالي السيجما سالبة هتساوي ام في الاي. اذا الماس اللي هو 20 في 10 سالب 6 9.8 ماينس 0.3، انا جبت ده من هنا، تروح الكيو من هناك اللي هي 2.5، احنا نتكلم على ماجنتيودز 10 سالب 9 في الاي. اذا الاي هتساوي كذا، اذا الاي بتساوي سيجما على 2 ابسلون نوت، اذا السيجما هتساوي ماينس حاجة كولوم بير متر تربيع. تعالوا نحسب 20 × 10 × 6، ده الماس، ضرب 9.8 ناقص 0.3 كده جبنا الطرف الأيسر، تقسيم 2.5 × 10 × 9، طلع أو طلعت الـ E 7.6 × 10³ نيوتن على الكولوم. هاخد الرقم ده أحطه هنا، يعني أضربه في 2.8 × 10^-12، تطلع السيجما بماينس، قلنا لازم ماينس عشان الاف تبقى لفوق، 1.35 × 10^6. كنت ممكن قلت مايكرو كولوم بير متر تربيع، او تكتبها زي ما طلعت معاك.